One coffee americano. Okay, thank you. السلام عليكم دراري ومرحبا بكم فلوق جديد. صراحة والله ما عارف ما نقول، ما عارف باش نبدا. يعني فرحة مخلطة ليا مع يعني الخوف، يعني تبوريشة في هاد الساعة والله العظيم. كيف ما عارفين من التايتل ديال الفيديو، هاد الفلوق هو انني غادي نمشي لندن ان شاء الله. مي اللي ما كيعرفش بزاف منكم هو ان لندن هي الحلم ديالي ملي كنت صغير، يعني شي حاجه اللي تمنيتها ملي بديت كنفكر في المستقبل، لدرجه انني ملي كنت صغير قلت بانني خصني نولي انجينيور باش نلقى يكون عندي الفلوس بزاف باش نلقى نمشي لبريطانيا. وهذا الشيء اللي خلاني نقرا مزيان وخلاني يعني نقاوم هاد السنين كامله حتى تخرجت وعرفت الحقيقه المره هي ان لي زانجينيور ما عندهم والو بلا الا تحتي في شي يعني في شي شركه مزيانه ولا سينو، غتبقى يا ما عندكش الفلوس يا ما عندكش الوقت. داكشي علاش هاد السنه اللي انا وليت سيلف امبلويد يعني خدام ديال راسي في الدار، قررت انني نحقق كاع الاحلام ديالي كيف ما شفتو في لي فلوغ الاخرين، ومنهم حلم انني نمشي لبريطانيا. لهذا قررت في هاد 6 شهور الاخرى انني نحاول يعني نقد اموري مع البنكه اللي كنت كنتيري الفلوس ديالي فويستين يعني ديال ادسنس كنت كنصرف منهم، واللي بقى هو اللي كنحط في الكونت. وكيف كيعرفوا بزاف ديال الدراري كنخسر بزاف ديال الفلوس، يعني سير منا وسير منا، خلص لي ميتاب، تعاون مع هذا، دير مع هذا. داكشي علاش حاولت نجمع راسي هاد 6 شهور الاخرى اللي داز، ماشي كاع نجمع راسي، مي على الاقل الفلوس اللي كناخذهم من الادسنس كنمشي نحطهم في الكونت بونكير، عاد ابخي كنسحبهم. هذا كيخلي الكونت بعدا باين بانه كيتحرك. ملي قديت هاد 6 شهور هكذا يعني مشيت على هاد الطريقه، قلت انا ندفع الفيزا علاش لا. واخا بزاف الناس قالوا لي خصك تكون عندك سوسيتي، كاين اللي قال لي راه بريطانيا صعيبه بزاف، شوف ليك دول اخرى. قلبت في لي فورميل ديالهم، لقيت بانه الا كنتي سيلف امبلويد ممكن انت تدفع يعني بحالك بحال عباد الله. وداك الشيء اللي درت، يعني جمعت الوراق ديالي ببساطه، كنت دفعت لهم غولفي بونكير مترجم، هو هذا هو المترجم، ها هو الاصلي ديال السي اش تاع 3 شهور الاخرى، ودفعت لهم وراق ديال ادسنس يعني 6 شهور الاخرى في ادسنس. اوكي ها هي 6 شهور الاخرى في ادسنس، هادشي اللي كاين هما 6 شهور الاخرى شحال كنت كنتخلص في ادسنس. وقلت لهم في الفورمولير بانني سيلف امبلويد يعني وكندير بابليشر مع جوجل ادسنس وصيفط. كيف ما قالوا الناس راه صعيب انك تاخذ الفيزا بهذه الطريقه، يعني راك ممكن تهرب ليهم بما انك خدام ديال راسك، علاش زعما غترجع للدوله ديالك؟ مي قلت نطونطي لا شونس. ملي مشيت لتيليس كونتاكت فرابا لقيت بزاف ديال الدراري عامرين دواسه ديالهم، يعني جايب وثائق ديال الخدمه، جايبين وثائق ديال الصحه ديالهم، كاين اللي قاطع ريزيرفاسيون، اللي قاطع البيي ديال الطياره، يعني عنده دوسي عامر. الا انا عندي فيرات جوج وثائق، غولفي بونكير وام امبريمي لهم داكشي ديال الادسنس. مي قلت ماشي مشكل، اصلا دفعت بالرخيصه ديال 1000 درهم، يعني خلصت التيليس كونتاكت، خلصت على الفيزا 1000 درهم، قلت ماشي مشكل، جات ولا ما جاتش ماشي مشكل، المهم واحد هو يدير التجربه. وسهل لي الله انني خديت الفيزا البارح، بينا ماشي وحدين من اللي دفعوا ما خداوش، يعني شوف سبحان الله العظيم اللي كيبغي يسر لك الله في شي حاجه كيسر فيها. المهم اللي بغى داك الشيء ديطاي كومونتي لي، نقدر ندير لكم فيديو على كيفاش تدفع الفيزا ديال بريطانيا واخا انت ماشي خدام. داك الشيء اللي درت اكزاكت ممكن نشاركو معكم، ما عنديش مشكل. المهم اللي انتريسي كومونتي ولا يصيفط ليا ونحاول نشرح ليه داك الشيء ان شاء الله. الليل وما بغاش يجيني الناس والله العظيم، ها الباليزه هنايا هاي واجده، كنتسنى غير امتى يطلع الصباح، والله الا كنتسنى غير امتى يطلع الصباح باش نمشي باش نمشي نحقق هذا الحلم ديالي. يعني ما عرفتش كيفاش نقدر نشرح لكم، يعني شحال من واحد غادي يجي في غريبه اول على السفيره ديال هادشي كامله. يعني كون كانت شي دوله اخرى، كون كانت شي سفيره اخرى ما كنتش غنحس بحال هكذا، ولكن صاحبي راه حلم الطفوله، راه شي حاجه كنت كتمنى وانت صغير، راه في شكل والله الواحد الشعور في شكل. وقدرت انني نحقه ماشي بالخدمه، ماشي عاونتني الدوله، ماشي يعني قومت راسي، يعني عام هذا العام عطيت الخدمه، جمعت فلوسي، جمعت اموري، قديت الدوسي، يعني حاولت نقاد راسي براسي، نحقق حلمي لراسي. شي واحد اللي مولف كيمشي هو وعائلته دوز لي فاكونس فرنسا ولا يمشي تسالو في دول اخرى، انا ما يعني هذا الحلم كان بعيد، يعني حلم ديال الطفوله، يعني حلم بليد ديال الطفوله،
وكان بعيد يعني شي حاجه اللي صعيبه، مي الحمد لله يسر الله فيه، وهاني اليوم ان شاء الله غادي نحقو وغادي نشارك معكم اللحظات كلها هي. بعدا باش ما ننساش بغيت نشكر خي عبد العزيز اللي تعاون معايا باش نقطع البيه رخيصه مع انايا. كنت عوال باش غادي نمشي حتى وراء العيد، يعني عندي واحد السيمانه ما جاتنا واحد العرس في البلاد، دونك قررت يعني ما نمشي حتى ابخي حتى شهر 9 ولا شي حاجه ونقطع بيه رخيصه، مي ما قدرتش نصبر والله ما بغى يجيني الناس. كان فوق ما يعني ملي خديت الفيزا والبارح كنشوف اول حلم ديالي حققته وما قدرت غير نمشي، خصني نمشي. داكشي علاش قررت يعني غير البارح بالليل قطعت، دابا الصباح يعني قطعت ما كملش حتى 24 ساعه، يعني هي كانت غطيح غاليه بزاف. كل ما شي سي عبد العزيز اللي تعاون معايا وراني كيفاش نقطع داكشي رخيص، يعني الله يجازيه بالخير. دوز غير سيمانه ان شاء الله حيت ابخي خصني نرجع للبلاد، كاين عندنا واحد العراسيه ومن بعدها كاين العيد الكبير اللي خصني ندوزو مع الاهل. دونك عندي سيمانه انت تمايا، ما عنديش شي بروغرام بالضبط اللي غادي نديرو، جست بغيت نمشي تمايا غير نحقق داك الحلم ديالي، يعني شي حاجه كنت كنتمناها بغيت نحققها. وهذا داكشي علاش كنشارك معكم هاد اللحظات كلها، باش هاد الفيديو يكون موتيفاسيون لكاع الدراري اللي خدامين باغ انترنيت، كاع الدراري اللي كيفكروا يحققوا احلامهم. الا بغيتي شي حاجه راه قادر توصل ليها، خاصك غير تخدم اخويا، خاصك غير تخدم وحاول تماجي الامور ديالك، حاول تخدم بالعقل. انا يا صراحه مازال ما فيا النعاس ومحال غادي النعاس، مازال غير كنتسنى غير امتى يجي الصباح زباليزتي ومشي بحالتي. صلي واحد جوج ركعات بلا ما طلع الصباح، يلا شويه ونعاود نشوفكم، تهلاو ليا فراسكم.
السلام عليكم دراري، حنا يلاه وصلنا دابا. انا اخوتي احد حلم كيتحقق، ما قادرش نصبر عليكم والله العظيم، واحد الشعور بالشكل. المهم انا دابا كنتسنى صاحبي ايوب، قال لي واحد الساعه ولحق عليا، دونك جيت لهذا الاي تي ام حيت انا باش نتيري الفلوس يعني بالباوند، حيت انا ممكن نستعمل ماستر كارد المغربيه نتاع سي اش وتيري فلوس بالباوند يعني عادي. دونك انا دابا يلاه سحب الفلوس غنمشي لكوسطنطينة قهوة بلا ما جا ايوب. المهم انا نتسنى ايوب هنايا في كوستا. الو، وان كافي امريكانو. اوكي ثانك يو. One hour later. يلا كيجي دابا عندي ايوب، ها هو هنايا. ايوب من الاصدقاء اللي تلاقينا في مراكش ديجا، هو خدام هنايا في لندن، واخا الثمن ديال الخدمه تبارك الله عليه محرك في امازون في باي. باش الناس اللي كيتواصلوا معايا ويقول لي انا خدام ما عنديش الوقت لهذا الشيء، ها هو اكزومبل تبارك الله، الله يسهل عليه يكون معنا بالخير. هو الناس اللي شجعوني باش نجي هنا لندن، دونك كنشكرو مره اخرى حيت قدر يعاوني حق الحلم ديالي انني نجي لهنايا. المهم حنا دابا غنتحركوا عندو للدار، مع هو مسكين عيان بالخدمه وانا تاينا عيان بهذا الطريق. يلاه شويه ونشوفكم. يلا كنجو دابا، صراحه البلاصه زوينه بزاف وكالم. المهم انا نمشي دابا نتوضا ونصلي ونمشي ارتاح شويه، راه عييت بالطريق. يلا شويه ونكمل معاكم. دراري انا جيت دابا البيت عندي، هذا هو البيت الموسي هنايا، بيرو خدمة ديما الخدمة. هنايا واحد الفيو زويون، دابا حوايجي وقاد الأمور ونجي نكمل معاكم. Moments later. داري يلاه كندوش دابا، صليت صراحة في مود ديال العيا، ولكن ضروري خصني نجاوب في ادمي الدراري، شما نخليهمش كيتسناو ونشوف الا قدرت نمونطي لكم هذا الفلوغ ونبارطاجيه معكم، عاد نفكر في الناس. داري هادشي اللي كاين هذا النهار، نشوفكم غدا ان شاء الله. يلا تهلاو ليا فراسكم، بالسلامه.